العدد القادم من سلسلة روايات ملف المستقبل على قناة فونتانا سينما. مبعوث الجحيم. هل سيظل ابن الشيطان منتصرا في الجولة الثانية؟ كيف يواجه نور خصمه دون فريقه ودون أن يعلم حتى طبيعته؟ ترى كيف ينتهي الصراع ومن يربح المعركة؟ نور أم مبعوث الجحيم؟ انتظروا العدد القادم على قناة فونتانا سينما.